هناك رسالة أريد أن أوصلها لكم، ولكي تفهم أهمية هذه الرسالة يجب عليك أولاً أن تدركها. لهذا سوف أقدم لك ملخصاً متتابعاً للتاريخ الحقيقي لرحلتك التطورية، وسوف تكون ضمن هذه الحلقات المفقودة من الوقت وكشف التاريخ الأصلي لك، وكشف مدى الانحراف والإغواء والإرهاب والخوف والاستشهاد الذي هو إهانة تماما إلى المصدر على يد الكائنات الفضائية السلبية. هذه كائنات خارج الأبعاد، وهي فقدت اتصالها بالمصدر، لأنه يعطينا جميعا الطاقة الروحية، ولهذا هي تستخدم البشر والكائنات الأخرى كمصدر طعام وشحن لها مثل الطفيليات لتعيش آلاف السنين. إنهم لا يملكون مشاعر مثل البشر، ولكنهم أذكياء لأنهم يعملون على مبادئ ذهنية أعلى مننا كبشر. يمكن أن تشبهها مثل العالم المجنون الذي يتلاعب بالبشر ويعدلهم وراثيا، تماما مثل المزارع الذي يطعم الماشية لكن بطريقة سلبية، ويكون كل اهتمامه هو الحصول على المزيد والمزيد من الموارد من قطيع الماشية الخاص به في هذه المزرعة. وكثيرا منهم عنيفون وخطيرون بطبيعتهم، إنهم يعتبرون البشر استثمارا في محفظة الموارد الخاصة بهم. من الأفضل أن تفهموا أن الأراكون أنها شخصية مختلة عقليا مع نقص العاطفة، وليس لديه مشاعر الندم ولا يهتم بالبشر. إنهم يعتبرون البشر أقل شأنا وأغبياء، ويستخدمون في كثير من الأحيان أشكالا من السخرية لإحداث الأذى والعنف المتعمد من أجل تسلية أنفسهم مثل السايكو. تتمتع بعض هذه المجموعات السلبية بإمكانية الوصول إلى التقنيات المتقدمة التي تم تطويرها على مدى ملايين السنين في أنظمة عالمية أو مجرات أخرى، ومع ذلك فإن معظم التقدم التكنولوجي الخاص بها جاء من إنشاء واستخدام جميع أشكال الذكاء الاصطناعي، فهو وسيلة لسرقة استقلالية الفرد وسيادته من خلال الإدمان على كل ما هو تكنولوجي، فضلا عن نشر الإساءة التكنولوجية. لقد كانت هذه الكائنات تتلاعب بشؤون العالم البشري لآلاف وآلاف السنين، وكانوا وراء كل كارثة زمنية مثل الكارثة الأطلسية لتحقيق أغراضهم الخاصة. هذه كائنات متعددة الأبعاد وتعرف بالملائكة الساقطين في التاريخ القديم، وتستخدم العديد من أساليب التلاعب التكنولوجي للتحكم في العقل والتلاعب سلبا بالاتجاه المستقبلي للجنس البشري عن طريق إنشاء جداول زمنية بشكل مصطنع. بمجرد أن يتم هذا التلاعب السلبي بتثبيت برنامج هيرمجدون في دماغ الكوكب من أجل تثبيت الديانات السلبية على أساس خدمة يهوه ومجموعاته من الأنوناكي والتحكم بالعقول، واعلم أنه عندما يتحكم المرء في أفكاره العقلية فإنه يتحكم في اتجاه وأفعال الجسد المادي وجميع أجزاء واستعادة طاقته الروحية. من يسيطر على العقل يسيطر على الروح، لأنها تمتلك ذاكرته وقلبه الجيني الإلهي. أما بالنسبة إلى ما يتم من استخدام التحكم بالعقل فيكون عن طريق تشكيل أنظمة معتقدات مقبولة اجتماعيا، وتشكيل أنظمة القيم التي تستخدم للتحكم في الجماهير لاستعباد أنفسهم على هذا الكوكب الأرضي. ومن أهم المعتقدات التي أوجدوها للتحكم في البشرية لمص طاقتهم ومص طاقة الكوكب هي أنك كائن مستهلك ولا تقدر تعيش بدون استهلاك،